النهاردة هنتكلم عن المالك والمملوك. ايه حكاية المالك والمملوك؟ ده مش اسم فيلم ولا حاجة، ده العنصر الاساسي في الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا عن صفات الملكية. ايه صفات الملكية؟ علشان تفهمها لازم افكرك باللغة الانجليزية الاول. علشان تقول ان الكتاب ده كتابك بتقول كلمة my، فتقول my book. طب علشان تقول ان الكتاب ده كتابه هو، فبتقول his book. طب علشان تقول ان الكتاب ده كتابها هي، بتقول ايه؟ her book. نفس الحكاية في اللغة الفرنسية. احنا عندنا كلمات صغيرة اسمها صفات الملكية، بتأتي للتعبير عن الملكية، للتعبير عن ان الحاجة دي ملك مين بالظبط؟ ملكي انا ولا ملكه هو ولا ملكك انت ولا ملكهم هم وهكذا. طيب تعال ندرس الموضوع بالتفصيل شوية. الضمير جو، انا لما تحب تقول انا الحاجة دي بتاعتي انا، هتستخدم ثلاث صفات ملكية، ثلاث صفات ملكية، وهما مون او مو وما ومي. مو ما مي، امتى استخدم دي وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ قالك بسيطة خالص، كلمة مون تأتي أمام الكلمات المفرد المذكر، والكلمات المرة دي بنسميها المملوك. يبقى جو هو المالك، الحاجة اللي أنا بمتلكها هي المملوك. فمثلا أقول مون ليفر، مون ليفر يعني كتابي، كتابي. أنا لما أشوف مون قدام كلمة ليفر أعرف إن كلمة ليفر مفرد مذكر، تمام؟ مون ليفر. طيب ممكن أقول كلمة تاني، ما ما راكت، ما راكت يعني الراكت بتاعي، المضرب بتاعي. هنا لما بشوف كلمة ما قدام كلمة راكت أعرف إن كلمة راكت مفرد مؤنث. طب ممكن بقى أجمع أقول مي، ممكن أقول مي ليفر كتبي، مي ليفر كتبي، مي راكت، راكت تاتي أو مضاربي. إذن كلمة مون تأتي أمام المفرد المذكر، كلمة ما تأتي أمام المفرد المؤنث، كلمة مي تأتي أمام الجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. طيب لو كان الشخص المالك هو الضمير تو، أنت، يعني إيه أنت؟ يعني أنا عايز أقول إن الحاجة دي ملكك أنت، بتاعتك أنت. فأقولها إزاي؟ أستخدم ثلاث صفات ملكية جديدة وهما تون و طا و تي. نفس الفكرة، تون أمام الكلمات المفرد المذكر، طا أمام الكلمات المفرد المؤنث، تي أمام الكلمات الجمع بنوعيه. يعني هقول تون ليف. هنا الكتاب ايه؟ هو مالك ولا مملوك؟ هو مملوك، تمام؟ شيء مملوك بتاعك انت، كتابك. ممكن اقول تاني تا راكت يعني مضربك انت، المضرب بتاعك تا راكت. ممكن تجمعها فتقول تي ليف كتبك، كتبك. تلاحظ حاجة، أنا لما استخدمت كلمة تي جمعت كلمة ليفر، جمعتها خليتها آخرها حرف إس. ليه؟ لأن أنا بتكلم على حاجة مملوك جمع، فبقول تي ليفر كتبك. ممكن أقول برضو تي راكت مضاربك،
مضاربك انت بتاعتك انت. طيب لو كان المملوك المالك اسف لو كان المالك هو ال وال هو او هي، برضو هستخدم ثلاث صفات ملكيه جديده وهما سون و سا و سي. ناخد مثال، ممكن اقول سون ليف. سون ليف يعني كتابه او كتابها، كتابه او كتابها. ممكن اقول تاني سا راكيت. سا راكيت يعني المضرب بتاعه او المضرب بتاعها، مضربه او مضربها. ممكن برضو اقول سي ليفغ، كتبه او كتبها. ممكن اقول سي راكيت يعني مضاربه او مضاربها. تمام، تعالوا بقى ناخد جملة فيها بعض الأمثلة لصفات الملكية. ممكن أقول جيم مون ليسي، ما كلاس اي مي كامارد يعني انا احب مدرستي فصلي وزملائي. تعال نحلل الكلام. انا هنا بقول مون ليسي مدرستي، ليه اخترت مون؟ عشان ليسي مذكر، ما ينفعش اقول ما ليسي. طيب ما كلاس فصلي، ليه اخترت ما؟ عشان كلاس مؤنث. طب ينفع اقول مي كلاس بالجمع؟ لا. ينفع اقول مون كلاس بالمذكر؟ لا، ما كلاس للمفرد. طيب مي كامراد زملائي، هنا كلمة كامراد جمع، علشان كده اخترت ام اي اس، ام اي اس اللي هي مي. طب ليه اساسا انا اخترت مون وما ومي؟ علشان المالك، المالك هو جو، وانا عندي المالك جو بيبقى معاه مو وما ومي. فهمنا الكلام؟ طيب ملحوظة بقى على صفات الملكية. صفة الملكية بتتبع المملوك من حيث النوع والعدد. صفة الملكية بتتبع المملوك من حيث النوع والعدد. تعال ناخد مثال عشان يوضح. ليا ا سون سيدي. ليا ده اسم بنت، بعد كده افوار. ليا ا سون سيدي، ليا عندها السيدي بتاعها. خلي بالكم معايا، ممكن في الامتحان يحذف لك كلمة صون ويجيب بدلها نقط، فأنت ممكن تتلخبط لما تشوف كلمة ليا تقول مؤنث، يبقى أنا على طول هاخد كلمة صا غلط، أو هاخد كلمة تا، أو هاخد كلمة ما غلط. ليه؟ لأن كلمة المملوك اللي هو السدي، المملوك ده هو اللي أنا بركز عليه. لو كان المملوك مفرد مذكر أختار مو أو تون أو صون. لو كان المملوك مفرد مؤنث أختار ما أو تا أو صا. لو كان المملوك جمع أخد مي أو تي أو سي، على حسب مين؟ على حسب الفاعل. المالك، المالك هو ليا، ليا اللي هي مؤنث. ليا تحتسب إيه يا شباب؟ ج ولا تي ولا إيل وإل؟ إيل وإل، تمام، اللي هي المفروض دلوقتي ليا تبقى ال هي. طب ارجع تاني للجدول بتاعي بسرعه. ال بتاخد مين ومين ومين؟ تاخد صو والصا وسي. طيب دلوقتي السي دي ده مفرد مذكر هياخد صو،
مفرد مؤنث هياخد ص، جمع هياخد س. هو مين؟ هو مفرد مذكر، عشان كده اخترت معاك كلمة صون. ليه صون سي دي؟ يعني ليه عندها السي دي بتاعها؟ مش عشان ليه مؤنث اختار ص، لا، مش عشان ليه مؤنث اختار ص، انا بركز على المملوك، اشوف المملوك مذكر اختار معاه صفة ملكية مذكر، لو مؤنث اختار معاه صفة ملكية مؤنث وهكذا. ناخد مثال تاني. توما ا سابيدي، خليك معايا. توما ا سابيدي اللي هو توماس عنده البيدي بتاعته. هنا كلمة بيدي قصة مصورة، تمام؟ هي كلمة مفرد مؤنث، واخدين بالكم؟ خدت صا المرة دي، فمش عشان إن توماس ده مذكر آخد معاها صم، واخدين بالكم؟ لا، أنا بركز على مين؟ على المملوك. المملوك مفرد مؤنث هاخد معاه صا. إشمعنى صا؟ ليه ما خدتش طا أو ما؟ علشان توماس ده يعامل معاملة مين؟ معاملة إيل، وإيل معاها مين؟ معاها صن وصا وسي. فأنت بتختار ما بين التلاتة دول بس. تمام يا شباب؟ طيب ملحوظة تاني، خلي بالك بقى معايا إن الاسم المفرد المؤنث اللي بيبدأ بحرف متحرك أو حرف أش الصامت بتحول صفات الملكية إلى الآتي: ما تحول إلى من، و ت تحول إلى تن، و ص تحول إلى صن. ليه بقى؟ إيه الحكاية؟ قال لك علشان تسهيل النطق، تسهيل النطق. فمثلا لو قلت كلمة إيكول مدرسة، إيكول مدرسة، إيكول هي مفرد مؤنث، فلو مثلا عايز تقول مدرستي، أنا مدرستي، هتختار ما، هتقول ما إيكول. قال لك كده النطق مش مظبوط قوي، ما ينفعش تقول ما إيكول، كده نطقها تقيل علينا، فاحنا لازم نظبط الحكايه دي. فنعمل ايه؟ نحذف ما ونحط بدلها من، فتصبح مونيكول. مونيكول كده اسرع، كده اسهل، مون إيكول. ناخد واحده تاني، كلمه أغلاج، أغلاج اللي هي ساعة حائط. كلمة أغلاج بتبدأ بالحرف الصامت أش، فما ينفعش أختار معاها كلمة مثلا طاع، ما ينفعش أقول طاع أغلاج، كده تقيل على اللسان، إنما الأفضل إني أقول إيه؟ أحذف طاع وأحط بدلها طن، وتصبح طن أغلاج، كده تبقى أسهل في النطق. وكذلك الحال كلمة أمي، أمي يعني صديقة، أمي صديقة المؤنث دي ما ينفعش أختار معاها مثلا كلمة صاع، غلط، صاع أمي يعني صديقتها بس غلط. ليه؟ لتسهيل النطق هحذف صاع وخليها صن، تبقى صن أمي، صديقتها، صديقتها. تمام؟ يبقى في حالة المملوك المبدوء بحرف متحرك أو أش الصامت تحول صفات الملكية ما وطا وصا إلى مو وتم وصوم. تاني، في حالة المملوك اللي بيبدأ بحرف أش الصامت أو الحروف المتحركة ما بيتم تحويل صفات الملكية ما وطا وصا إلى مو وتم وصوم.